مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء. نستهل جولتنا بالعناوين. ألمانيا تعلن عودة شركاتها للعمل في السودان وفي مقدمتها العاملة في مجالات الكهرباء. الحكومة تؤكد حرصها على تحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء البلاد. قوى الحرية والتغيير تستعرض خلال مؤتمر صحفي برامج الحكومة خلال الفترة الانتقالية. أهلا بكم. أعلنت ألمانيا الاتحادية اليوم الأحد عودة شركاتها للعمل في السودان بعد حقبة من العزلة الدولية إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. وقال السفير الألماني لدى الخرطوم أوليريش كالو كانر لدى لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى بعودة الشركات الألمانية العاملة في السودان وفي مقدمتها العاملة في مجالات الكهرباء. وأبدى كانر دعم بلاده لعملية السلام في السودان، وقال إن مفاوضات السلام التي تجري في جوبا تختلف كثيرا عن المفاوضات التي جرت العام الماضي في ظل النظام السابق، مضيفا بأن المفاوضات الحالية فرصة جيدة للتوصل لاتفاق سلام. ومن جانبها أكدت عضو مجلس السيادة متانة العلاقات السودانية الألمانية وحرص السودان على تعزيزها في كافة المجالات. أكد عضو مجلس السيادة صديق تاور حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء البلاد وأن السلام من أولويات الحكومة الانتقالية. جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم وفد خبراء في مجال قانون السلام. وقالت الخبير القانوني بجامعة النيلين زحل محمد الأمين في تصريح صحفي إن الاجتماع مع عضو مجلس السيادة ضم 10 من الخبراء في المجال القانوني والسياسي، وجاء بدعوة من مجلس السيادة لمناقشة ملف السلام والأجندة المدرجة على طاولة المفاوضات بغية الوصول إلى حل عادل لقضايا السلام بالبلاد. وأكدت أنه تمت مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية والفنية المتعلقة بالسلام بجانب المسار السياسي والإنساني والأسس السليمة للتعامل مع ملف بكل جوانبه للوصول إلى سلام شامل مع حكومة الفترة الانتقالية وبقية الأطراف. نظمت قوى الحرية والتغيير ندوة سياسية بمحلية العباسية بجنوب كردفان تناولت الوضع الراهن في البلاد. وقال عضو الحرية والتغيير معاوية حامد شداد في تصريحات للأجهزة الإعلامية إنهم سيقفون على احتياجات وتطلعات المواطنين، مؤكدا على أهمية وحدة أهل السودان والعبور بالثورة إلى مقاصدها النهائية، وثمن دور الولايات في إنجاح الثورة وإزالة النظام الذي جثم على صدر أهل السودان سنين عديدة مارس الظلم والتهميش خاصة في المناطق البعيدة. طالبت لجان المقاومة بحضيرة ولاية الجزيرة بتحسين الخدمات الأساسية بالولاية خاصة توفر الخبز الذي بات يشكل هاجسا للمواطنين، إضافة إلى تدني خدمات الصحة بالمستشفيات بجانب تدهور عمليات إصلاح البيئة المتمثلة في عدم وجود مكبات للنفايات ومحارق بالمستشفيات. وتقدمت اللجان بمذكرة لرئيس القضاء بولاية الجزيرة طالبت عبرها بإحداث تغييرات في المناصب التنفيذية بما يحقق استقرارا عاما في مجال الخدمات المختلفة. في أي؟ استعرضت قوى إعلان الحرية والتغيير ملامح عمل السلطة التنفيذية وما يجب إنفاذه خلال الفترة القادمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير وجدي صالح إن أبرز ملامح عمل الفترة الانتقالية ينحصر في إعادة بناء المنظومة الحقوقية وحكم القانون وإقامة المؤتمر الدستوري الشامل لحسم كافة القضايا وتكوين لجنة الدستور، بالإضافة إلى التزام الدولة بتحقيق التنمية ودعم التعليم والصحة والسكان. ضمان استغلال قضاء وسيادة القانون، العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد الذي تتعرض له، تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستغلالية والمصالح المشتركة، والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان. دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم الإدارة العامة لتعزيز الصحة بالتعاون مع الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية الحملة الجزئية للقضاء على مرض الحمى الصفراء. وقال مدير عام الوزارة وزارة الصحة أسامة أحمد عبد الرحيم إن محلية مبدة من المحليات الأكثر كثافة سكانية، موضحا أن الحمى الصفراء مرض فيروسي ومن الأمراض المستوطنة في إفريقيا، ويصيب سنويا حوالي 200,000 شخص وتتسبب في وفاة 3,000 من المواطنين، كاشفا أن المرض لديه آثار اقتصادية سالبة. وتستهدف ولاية الخرطوم حوالي 7,500,000 مواطن موزعين على 2,500 مركز، مناشدا المواطنين بالتعاون مع فرق التحصين الثابتة والجوالة لإنجاح الحملة. الحملة إن شاء الله تعالى هتستمر لمدة 10 أيام. المستهدف بتاع التحصين في الولاية اللي هم الأشخاص من بين عمر 9 شهور، أكبر من 9 شهور ولحد عمر 60 سنة. المستهدفات كبيرة جدا جدا، تبلغ عددها أكثر من 7,500,000 مواطن ومواطنة من سكان ولاية الخرطوم. وزي ما أنتم عارفين أنه المرض بتاع الحمى الصفراء من الأمراض المهمة جدا والأوبئة الموجودة خاصة في أفريقيا في عدد من الدول، ونحن يعني ولاية خرطوم خاصة وكالسودان عامة لا بد لنا أن نتخذ ما يضمن من الإجراءات اللي هو تمنع لنا انتشار المرض. المرض ده غير إنه مسبب أساسي للوفيات، عندنا 200,000 حالة سنويا في أفريقيا فيها وفيات 30%، غير ده عنده أثر اقتصادي كبير جدا جدا على اقتصاد الدول. بدأت بالقضار فعاليات المخيم العلاجي الخيري الذي تنظمه أمانة شؤون المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال ولاية القضارف، والذي يضم عيادات متخصصة في مجالات العيون والباطنية والنساء والتوليد بالإضافة لعيادة الأطفال. وقالت إيمان طه الجزولي أمين أمانة المرأة بالاتحاد إن الهدف من هذا المخيم تخفيف الضغط على العاملين وأسرهم من حيث توفير الاستشارة العلاجية المجانية وإمكانية الاستفادة من خدمة التأمين الصحي في حالة الإحالة للمستشفيات أو إجراء العمليات الجراحية. خدمة قصدنا بها كل العاملين، نحن كاتحاد عمال بالولاية تفاصيل حتى العلاج عشان يصل لكل عامل، عملنا باستمارة حق التأمين الصحي وخصصنا صيدليات لخدمة هذا المعسكر. نتمنى الخدمة تصل للجميع ونكون إن شاء الله أرضينا عاملنا بالولاية كاتحاد، ونحن بنتبنى مشاكلهم وتفاصيل مشاكلهم كان صحية كان اجتماعية كان اقتصادية، إن شاء الله هنكون لهم خير ومعين بإذن الله. نظمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بقطاع الثقافة والإعلام بوزارة التربية والتوجيه برئاسة القطاع بكوستي منتدى الثقافة والإعلام الشهري النسخة الأولى بعنوان دور الإعلاميين في مناصرة قضايا التعليم في ظل الأزمات. وأكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه اهتمام حكومة الولاية بالعملية التعليمية وتوفير المعينات التي تحقق الاستقرار في المدارس، وقال إن السيول والفيضانات التي تعرضت لها الولاية أدت لانهيار عدد كبير من المدارس، مشيدا بقطاع الثقافة والإعلام لاختياره لموضوع المنتدى لأهميته وعكسه لمجتمع الولاية. عقد الآن المنتدى الأول لقطاع الثقافة والإعلام في نسخته الأولى بعنوان دور الإعلاميين في مناصرة قضايا التعليم في ظل الأزمات والطوارئ، برعاية كريمة من الفرقة 18 مشاة وجهاز المخابرات العامة بولاية النيل الأبيض. المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على كافة القضايا التعليم ومناصرة التعليم فيه كإعلاميين،
ويتناقش بعض المحاور فيها، دور الإعلام فيه. والمنتدى سوف يكرم شخصية إعلامية للراحل المقيم بيننا شيخ الصحفيين الأستاذ الصادق عبد الساوي جمعة، يمثل هذا المنتدى انطلاقة حقيقية لأعمال الثقافة والإعلام في كافة الولاية. احتفلت الطريقة الطيبية السمانية القريبية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بساحة المولد بميدان الخليفة بأم درمان، وأقامت الطريقة عددا من الفعاليات التي تصاحب الاحتفال بالمناسبة مثل الخيمة العلاجية المجانية والمعرض وجناح الأطفال، مما اعتبره الزائرون إضافة كبيرة لتقييم المعاني التي ترمز إلى الاحتفاء بهذه المناسبة. مشهد محفوف بذكر الله ومعطر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحيت الطريقة السمانية الطيبية القريبية ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، والذي بمولده أنار الدنيا وشق الدجى وتفتحت الأنوار، مولدا عظيما وفتحا مبينا سارت الأمة على نهجه واقتدت بقدوته. فإن الطريقة السمانية الطيبية القريبية أرادت في هذه الذكرى أن تبعث برسائل للأمة الإسلامية. نحن نحتفل، نريد أن نشير ونوجه الناس للاهتمام بهذا المنهج، أن نعود إلى تعاليم ديننا، أن نحيا حياة طيبة كما أمر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل منكم من صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. هذه المناسبة تجمع في محبة ووئام وكل ائتلاف كل أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ولها الأثر الواضح في نفوس الناس. نحن هنا في أم درمان بدت مظاهر الفرحة واضحة جدا في شوارع أم درمان في ساحاتها بهذه الذكرى العطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا والبلاد ترفل في سلام ووئام وأمن وأمان. ذكر وتبتل، دعاء ورجاء، محبة تنمو وتخضر، يروون عودها بطريقتهم الخاصة. وفي كل عام تتجدد المناسبة وتجدد الطريقة حبها وسرورها. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفى بموسى، فكيف لا نحتفل؟ والخطاب الإلهي الظاهر لأهل المحبة يتوجه لقلوب المحبين، في خصوص الناس، في خصوص المؤمنين، قائلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومعروف أن الفرح شيء معنوي، شيء قلبي، ليس يدرك بالمحسوسات، وعليه لا يمكن أن يؤمر به شخص. فإذا قلت لشخص، لفرد من الأفراد، افرح بهذا، لا يمكن أن تملك قلبه. ولكن الخطاب الإلهي هنا لأصحاب المحبة، فإن من يستجيب يكون من أصحاب القلوب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بادرة مختلفة أقامت الطريقة في سوح المولد مركزا علاجيا مجانيا للمواطنين، تماشيا مع رسالتها الخالدة في خدمة المجتمع. الحملة لا تتوقف فقط على أيام المولد النبوي الشريف، تتواصل الحملات الصحية خلال العام في عدد من ولايات ومحليات السودان. هناك أيضا مولد فارس ومناطق الكدرو ومناطق أخرى، تستهدف الحملة صحيا وعلاجيا بنفس الخدمات المقدمة في مولد النبوي الشريف. نحن في الطريقة السمانية الطيبية الغريبية نمد يد العون مرة أخرى لكل من يريد أن يساهم معنا في هذه البلاد بتحمل المسؤولية في الوضع العلاجي في هذا البلد الحبيب. حتى الأطفال خصص لهم جناح خاص بفقرات تلبي حاجياتهم، ولربط جيلهم بالأجيال المختلفة خصص جناح للمعرض حفي بتاريخ الطريقة ومشايخها. والهدف من هذا المعرض هو إيضاح فكرة بشكل مستمر للأجيال القادمة، وتوضيح للقادمين والمحبين للسنة النبي
المعرفة عن ما هو يدور أو الأشياء المصاحبة لهذا المعرض والصور والتواريخ. المولد مناهج ومباهج، شعار جسد في هذه الاحتفائية النبيلة، ومن خلال تنوع المحتوى شكلا ومضمونا. وعليك الله صلى دائما باشد شان لدى وقت السحر. وعلى ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه هي الاحتفائية بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة السمانية، وهي تقيم هذه المناسبة السنوية حفية بهذه المناسبة. ناجي فاروق الشروق أم درمان.